أعزائي المشاهدين والمواطنين، أتحدث إليكم اليوم. اسمي الدكتور محمد جمال عبد العزيز، استشاري أمراض القلب ونقيب الأطباء في أسوان. أتحدث لحضراتكم النهاردة عن أمراض الشرايين التاجية. أمراض الشرايين التاجية هي الآن السبب الرئيسي لحدوث الوفيات في كل العالم، في الدول المتقدمة والدول التي تقدم مثل مصر. السبب الرئيسي لأمراض الشرايين التاجية هي وجود عوامل خطورة، وعوامل خطورة تشمل ارتفاع ضغط الدم غير منضبط، ارتفاع نسبة السكر في الدم، ارتفاع نسبة البنين في الدم، التدخين، السمنة المفرطة، والعنصر الوراثي. عشان كده الوقاية خير من العلاج، وعشان نقول الوقاية خير من العلاج يعني لازم علينا ان احنا نظبط السكر بتاعنا، نظبط الضغط بتاعنا، نقلل الوزن. الناس اللي وزنهم زايد نمتنع نهائيا عن التدخين، نمارس الرياضة نص ساعة في الهواء المشي وهرولة في الهواء الطلق 5 مرات في الأسبوع. بنعالج كل عوامل الخطورة. بنطلب ان احنا نذهب الى الطبيب عند الحاجة. لو حصل ألم في الصدر احنا لازم نروح للدكتور عشان يشخص لو في حاجة متعلقة بعلاج أمراض القلب. لو الدكتور نصحنا ان احنا نعمل اي نوع من الفحوص بناخد الامر بجدية شديدة، واحنا عندنا في علاج الامراض الشرايين التاجية عشان نشخصها عندنا وسائل كثيرة جدا للتشخيص، منها رسم القلب، رسم القلب بالمجهول، موجات فوق صوتية على القلب، واحيانا بنحتاج ان احنا نعمل قسطرة. القسطرة اصبحت الان وسيلة للتشخيص سهلة جدا، بتتعمل في كل المستشفيات العامة والجامعية، وأعتقد أن هي تغطى الآن بالعلاج على نفقة الدم وبالتأمين الصحي. وبالتالي اللي هو ما عندوش إمكانية أن هو يعملها على حسابه يلجأ للعلاج على نفقة الدولة، أو المتفعين بالتأمين الصحي يعملها على حساب التأمين الصحي. ودي وسيلة مؤكدة للتشخيص، وبتساعدنا أن احنا نشوف هل هذا المريض بيحتاج أن هو يعني ياخد علاج دوائي، ولا بيحتاج أن يوسع بالقسطرة البالونية ويركب جهازات، ولا ممكن في بعض الحالات الصعبة يحتاج أن يعمل عملية قلب مفتوح. أؤكد مرة أخرى أن الوقاية خير من العلاج. ناكل أكل صحي، ناكل فاكهة وخضار، ونبعد عن الأطعمة الدسمة. لازم نمارس الرياضة، لازم نغير نمط الحياة، لازم نمتنع عن التدخين، وربنا سبحانه وتعالى يهبكم جميعا الصحة.